في الجهة اليسرى لدينا الصيغة البنائية للميثان، ولقد شاهدناه طبعا في فيديو سابق. كما تعلمون أن تهجين ذرة الكربون هنا هو من النوع SP3، والذي يعني أن الذرات حول الكربون تشكل هندسة رباعية السطوح. لكن للأسف فمن الصعب رؤية الهندسة رباعية السطوح في بعدين من الصيغة البنائية هنا، ولكن من السهل رؤيتها في الرسم أو في المجسم في اليمين من التمثيل ثلاثي الأبعاد لجزيء الميثان. وإذا حاولت إيجاد الجوانب الأربعة أو حاولتم إيجاد الجوانب الأربعة، فهذا الجانب الأول بعد وصل ذرات الكربون الهيدروجين هذه بهذا الشكل. إذا هذا الجانب الأول رباعي السطوح، وإذا أردنا إيجاد الجانب الثاني يمكن وصل ذرات الهيدروجين هذه هكذا. هذا هو الجانب الثاني، ولإيجاد الجانبين الآخرين إذا وصلنا ذرة الهيدروجين في الأعلى هنا في ذرة الهيدروجين في الأسفل. فمن هذا يمكن أن نرى الجوانب الأربعة لرباعي السطوح، وأيضا يعنينا زاوية الرابطة. طبعا ما هي زاوية الرابطة؟ طبعا هي الزاوية بين ذرة الهيدروجين في الأعلى أو رابطة ذرة الهيدروجين في الأعلى مع رابطة ذرة الهيدروجين هذه في الأسفل. طبعا وكما نعلم فإن هذه الزاوية قياسها هو 109.5 درجة، وهي نفسها على كل الجهات هنا وهنا أيضا ومن الداخل. ولقد قام اثنين من الطلاب المميزين بعد عدة محاولات طبعا بإثبات أن هذه الزاوية هي فعلا ذات قياس 109.5 درجة، وأثبتوا ذلك بطريقة سهلة ومشوقة كذلك. وسأوضح لكم ما قام به لإثبات ذلك. لنأخذ هذا الشكل الرباعي السطوح نضعه على المحاور الثلاثة X, Y, Z لنضع الكربون، أو لنضع الكربون في المركز هنا. ويمكن أن نختار أي 4 نقاط لتمثل أو لتمثيل ذرات الهيدروجين الأربعة لرباعي السطوح، في حال إذا تم تحقيق شرطين. الأول، كل نقطة نختارها للهيدروجين لها مسافة متساوية من بقية الذرات، هذا الشرط الأول. وأيضا يجب أن تكون جميع ذرات الهيدروجين على مسافة متساوية من ذرة الكربون في المركز، وهذا الشرط الثاني. إذا حققنا هذين الشرطين سنضمن أن النقاط التي اخترناها تشكل رباعي السطوح. إذا هنا لدينا رباعي السطوح على المحاور الثلاثة. لنحاول وضع النقطة الأولى وسنضعها هنا كما ترون طبعا، وهي النقطة الجذر التربيعي لاثنان وواحد وصفر، وهذا يعني كما تعلمون أنها تقع على موجب لجذر اثنان على المحور السيني، موجب واحد على المحور الصادي، وصفر على المحور الزيني. طبعا هذه النقطة على اليسار أيضا ستكون في نفس المستوى. إذا النقطة على اليسار هي نفس النقطة على اليمين، ولكن في الجانب السالب للمحور السيني اكس، ستكون ناقص او سالب جذر اثنان واحد وصفر. طبعا هذه النقطة احداثياتها ستكون صفر ناقص واحد وجذر اثنان. نعم، والنقطة البعيدة عنا للداخل هذه ستكون صفر ناقص واحد وناقص جذر اثنان. مرة أخرى يمكن أن تختاروا أي نقطة تريدونها طالما تحقق تلك المعايير لتتمكنوا من إيجاد قياس الزاوية بشكل صحيح. طبعا هذه هي الزاوية التي نريد قياسها الآن، ونحن لا نعلم قياسها بعد. دعونا نسمي هذه الزاوية زاوية المثلث، لنسميها ثيتا على سبيل المثال. نعم عفوا، ونعلم أن قياس ضلع المثلث هذا هو جذر اثنان، وهذا الضلع هو واحد. والآن دعونا نحسب قياس الزاوية ثيتا. وكما تعلمون فإن الظل أو تان ثيتا يساوي قياس الضلع المقابل. إذا تان ثيتا يساوي قياس الضلع المقابل وهو واحد، مقسوم على قياس الضلع المجاور لها وهو جذر اثنان. طبعا لإيجاد ثيتا كل ما يجب عمله هو أخذ مقلوب الظل أو تان انفيرس. إذا وتان انفيرس لواحد على جذر التربيع لاثنان، لنحصل على 35.26% درجة. إذا قياس ثيتا هو 35.26 درجة. هذه الزاوية طبعا هي نفس قياس الزاوية ثيتا، وهي 35.26% درجة. والإيجاد الرابطة الآن أو زاوية الرابطة هنا، نعلم أن مجموع هذه الزوايا الثلاث يساوي 180 درجة. إذا لإيجاد الزاوية كل ما يجب علينا فعله هو أخذ 180، ومنها سنطرح 2 ضرب 35.26 درجة، وباستخدام الآلة الحاسبة الجواب سيكون 109.5 درجة.
إذا تعلمنا من هذا الفيديو كيفية إثبات قياس هذه الزاوية. نراكم.